نفسها من هقول لك بقى لما رجعت بقى بعد رحلة باريس ورجعت بس صباح جزء الخير. خمسة جنيه وش بتاع لما حضرتك كتبت رسالة لويس لويس بقى خدت ونشر كنت ابتديت بقى ابعت بقيت مراسلة من تكنيك تبدي العمل اللي انت تعمله هو كان الحريف تاني الفرصة وكانت حاجتي بتنزل مش حدش بيعمل لي اي اضافات ولا ريراتينج ولا حاجات من دي اللي بكتبه بينزل زي ما هو بالظبط يعني ما فيش لما رجعنا بقى سنة 76 رجعنا على صباح الخير. أقول لك بقى في العائلات بقى الشرطية دي البوليسية كده أنت بتتعلم عزة النفس بشكل فظيع. ده يعني أنا الواحد واخده من عيلته يعني بيغرزوا فيك كده الكرامة وعزة النفس. ده اللي حصل في مشروع الإيد في اي حاجه وفي شمس ودانا في اي حاجه غصب عني يعني لو انت مش في كتابات حاجه في التعامل معاك مع التعاملات حسيت كده في صباح الخير بعد شويه ان في ناس بتقول كل واحد جاي بمراته وكانت هي الفصوله فانا لو انا كفاءه يا اما انا كفاءه يا اما انا مرات ايهاب بيجاملوني وانا لو بيجاملوني ما فيش داعي اللي هو الوسط مليان البيض دلوقتي عادي يعني في لا انت بتبقى لا يعني انت بتبقى مبتدئ فكمان ما انتش متاكد قوي ان انت حاجه انت بتبص لنفسك انت انا ببص لنفسي انا بتقابل المحمل التاني هل انا فعلا لا هل انا فعلا كاتبه ولا عشان ليا معنى والحاجه اللي بكتبها دي صحيح ليها قيمه ولا انا عشان مرات ايهاب لا انا احب اشوف ده في الميزان يعني لوحدي فقلت له يا ابا انا مش هعرف سمعت فكانت عفة ناصر الله يمسيها بالخير محتاجه لمدير تحليل لمجلة ميكي جيب لازم تبقى عارف فرنساوي وعشان بتقرا الترجمه الفرنساوي يعني جايه بالظبط عليك وهيدوني باين 30 جنيه في الشهر ساعتها بقى كنا راجعين مفلسين يبقى كويس يعني خير وبركه 30 في كام سنه سنة 77 76 احنا رجعنا يعني كان برضه بس صباح الخير لا يعني حاجه ثابته وبشرط قلت لها بشرط يعني هشتغل في المصور ما تقوليش ما تمنعينيش يعني انا جايه دار الهلال عشان اشتغل في المصور وده هعمله لك يعني المهم فاشتغلت معاها وقابلت بقى في الحداد والناس الجميله دي ده اللي انا هموت وكان نفسي قوي وفي يوم بقى رحت واخده رحت نازله استجمعت شجاعتي كده ونزلت للاستاذ فوميلا ديب كان مدير تحت خبطت وقلت له انا فلانه و اشتغل في ميكي فوق كده واحب اشتغل في المساواه اهلا وسهلا بس احنا المصور عماله زايده وعندنا ناس كتير ويعني صعب قوي يعني ايه واحده جايه ما اعرفهاش يعني بس قلت له طيب حاضر شكرا ورحت على الباب فوانا قربت على الباب كده قال لي انت فين؟ قلت له في ميكي قال لي طب وريني حاجه من اللي بتعمليها نسيت اقول لك قبل ما اروح بقى دار الهلال اللي في صباح الخير اني كلم لك ولا تكلموا لي ولا يعني هو انت عايزه تعرفي لا انا عايزه اعرف لوحدي انا لوحدي كده هسوى ايه المهم
قال لي طب وريني حاجه من اللي كتبتيها. فلما روحت قلت له ايه بقى، انا عملت كذا كذا. قال لي بصي انا هعمل لك دوسيه وقاعد اعمل لي حاجتي كلها في دوسيه كده. قال لي بس بصي ما تزعليش لان ممكن ما حدش يقرا الكلام يعني فما تزعليش يا اخي، ممكن ياخدوه يرموه على جنب كده ما حدش هيقرا ولا حاجه. قلت له انا هجرب. المهم خدت الشغل وديته الفومير، حطيته له على المكتب ورحت ماشي. تاني يوم لقيت تليفون من فاميلا بيب بقى لهجة متغيرة 180 درجة، عاطف بجد. سمير عايزك حالا، من فضلك انزلي. نزلت له لقيت كله، قال لي انا اسف يعني فرتك البتاع لان قريت كله وده بالظبط اللي انا عايزه للمصور. وانا فضل بقى قعدت زي القط المذعور عارف على الكرسي وهو عمال يمدح فيا بجد. فانت عارف لما تخاف بقى في يعني. قلت له انا احب جدا يعني ابتدي اشتغل.